فيلم رومانسي. فيلم حلو قوي يعني، فيلم الحدوتة بتاعته مختلفة وجديدة، وبقالنا كتير ما شفناش أفلام من النوع ده في السينما العربية يعني، يعني فقدناها من فترة يعني. وكل حد فينا مقدم شخصية جميلة وجديدة برضو عن الناس، أنا بقدم كذا شخصية في نفس الوقت، فتجربة جديدة وبجتهد عشان أبقى يعني مقنعة وناجحة فيها يعني. اتصلوا بيا وأنا اعتذرت، مش طبعا فنان محمد رجب بحبه جدا جدا، بس انا يعني لو كان مسلسل في رمضان كنت دور حلو كنت عملته، بس انا ولا ما عنديش فكره على الدور حتى، وبس انا عشان بقالي فتره مقرره ان انا ما اعملش مسلسلات 45 حلقه او 60 الحاجات دي يعني، مش عايزه اعملها تاني عشان جربتها مره وكانت متعبه جدا يعني، تعبت قوي ومرهقه جدا، مش عايزه اعملها يعني كده تاني.